وآخر أيام الستة كيلومترات، لننتقل بعد ذلك إلى المسافة المحببة لدى البعض والغير مرغوبة لدى البعض، 8 كيلومترات، لنقترب من مسافة الكبار الحقيقية من يوم الغد بإذن الله تعالى. انطلقنا على بركة الله وتوفيق في فئة الذلل الأصايل للمهجنات، وستة كيلومترات كما ذكرنا. وما مقدمة الشوط في هذه اللحظات، منصورة محتلة المركز الأول، محمد بن عتيق بن سالم بالعرطي مع مقدمة الشوط، مقدم لنا منصورة في هذه اللحظات باحثة عن السيارة الثانية في هذا الصباح بعد أن قضيت أمور سيارتنا الأولى في صباح هذا اليوم وغادرت إلى أشقائنا في ميدان الشحانية. المركز الثاني، يأتي التقدم من أشواق مع المركز الثاني في هذه اللحظات، مقدم لنا أشواق صعب المضمرين المتقدم علي بن سلطان بن مرخان الاكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث، يأتي دور الإمارات مع المركز الثاني، علي بن أحمد بن عبد الله المرر مع المركز الثالث، مقدم هذا الاسم الكبير وهذا الاسم الجميل للإمارات مع المركز الثالث. المركز الرابع، تواصل من أبراج سلطان بن نخيرة اليبهوني الظاهري هنالك مع المركز الرابع، وخامس المراكز منصورة خميس بن محمد بن خصيبة الظاهري مع المركز الخامس، وسادسا الوصول من وضحة الواضحة في هذه اللحظات، مقدم لنا وضحة سعادة حميد بن سعيد النيادي متقدما مع وضحة الواضحة بشعارها الجميل. المركز السابع، الوصول والتقدم من بحور محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما المركز التاسع، التواصل من الشاهنية خلفان بن أحمد بن بطي القبيسي مع المركز التاسع، وعاشرا سرابة لسعيد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي مع المركز العاشر. هكذا هي النتيجة ونداؤنا للعشر المراكز الأولى، وأيضا هنالك أسماء قادمة بكل قوة، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى أشواق 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 اللي متشوقة للفوز، مشتاقة للناموس والانتصار، وأيضا بجوار أشواق يأتي تقدم من منصورة وصول من وضحة، وضحة القادمة والآتية والعانية من أجل الحصول على السيارة، متقدمة بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي، مناديا للمركز الأول والمركز الأول، مناديا لشعار كي النيادي، منطلق مع المركز الأول مشكلا الخطر في هذه اللحظات مع وضحة المنطلقة. المركز الثاني أشواق صعب المضمرين يأتي مع أشواق، وهو من قدم لنا الأسماء القوية والرنانة، وكان له الحضور القوي والمشرف كعادته دائما، صعب المضمرين خاطفا لرمز كأس اللقاية المفتوح. المركز الثالث أيضا تقدم شعار بن خصيبة مع المركز الثالث مع منصورة، خميس بن محمد بن خصيبة الظاهري منطلقا مع منصورة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أيضا بن حسوم يتقدم في هذه اللحظات مقدما لسرابة سعيد بن خليفة بن حسوم الدرمكي، بدأ يتدخل ويشكل الضغط المستمر من خلال انطلاقة سرابة. أي
أيضا المركز الخامس قدوم من الشعارات القوية والانطلاق من بحور محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم في هذه اللحظات، وأيضا اللي انضمت الشاهنية خلفان بن أحمد بن بطي القبيسي أم هنا منصور محمد بن عتيق بالعرطي يصل في هذه اللحظات، وأرى التدخل من امتياز خميس بن سعيد بن ناصر الزرعي وحذاري من امتياز القادمة بكل قوة وشعاري بن جبرين يصل أيضا، ونحن نغادر لافتة الألف والمئتين، وسمحة وصلت حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصراع، إلى الكيلو الأخير، وبن حاسوم الدرمكي من يحسم الأمور ما بين الدرمكي وما بين النيادي وما بين بن مرخان وأيضا بن عويضان وبن جبرين والشعارات القوية، ولكن الدرمكي غادر مع سرابه، مع سرابه سعيد بن خليفة بن حاسوم. الدرمكي حاسم الأمور حتى هذه اللحظة، ولكن وضحة 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 وسعادة حميد بن سعيد النيادي ينادي الناموس مع وضحة وضحة وسرابه، سرابه ووضحه، ولكن سرابه 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 تغادر بالناموس، تغادر بالفوز إلى مدينة العين، هنالك إلى أهل العين اللي اختفوا السلام واختفوا الناموس. الدرمكي بن حاسوم حسم الأمور، حسم الأمور من صالحه. تهانينا لسعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي على فوز سرابه في المركز الأول، وهادي أيضا اللي يرافقها اللي نهنيه على هذا الفوز الغير هادي. تهانينا لك يا مالك سرابه. المركز الثاني وضحة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. المركز الثالث أشواق علي بن سلطان بن مرخان الكتبي. رابع المراكز شعار بن عويضان أتى مع المركز الرابع محمد بن سهيل بن عويضان، وخامسا أتت في سمحة لحمد بن سليمان بن جبرين. إذن شوطنا الخاص بالمهجنات وسيارة هذا الشوط ذهب مع سرابة. تهانينا لسعيد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي ولحظة فوزها وانتصارها. توقيتها 9:16 وجزئين من الثانية، بينما المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني وضحة لسعادة حميد بن سعيد النيادي، والتوقيت الزمني لحظة الوصول والانتصار 9:19 ثلاث أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث أشواق. تهانينا لعلي بن سلطان بن مرخان الكتبي على الفوز 9:20 وست أجزاء من الثانية. أنقل الكلمة في هذا الصباح الجميل للزميل حمد بن ضبيب. هكذا أيها الحضر الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، شكرا للزملاء سفاح الشمري نايف بن سعود البلوي، هنا انطلاقة وتواصل آخر في انطلاقات صباح هذا اليوم الذي يجسد